السلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنت الحكم، والتي نفتح فيها نافذة لصوتكم واختلافاتكم حول قضايا سياسية متعددة. صوتكم يصنع الحدث وأنتم الحكم. يشارك ملك المغرب محمد السادس في القمة العربية في الجزائر، لن يشارك الملك. جدل فجرته مجلة فرنسية نقلت عن مصادر جزائرية تأكيداتها حضور الملك برفقة ولي عهده إلى قمة الجزائر المقررة الشهر المقبل، حدث إن وقع سيخطف الأضواء من القمة وقراراتها المتوقعة، وسيحظى باهتمام الصحافة العربية والعالمية. المغرب لم يعلن عن وفده المشارك، والجزائر التزمت الصمت على التسريبات التي نشرتها المجلة الفرنسية وتناقلتها وسائل إعلام مختلفة. وما يثير الجدل حول مشاركة الملك محمد السادس أسباب كثيرة، من أهمها الصراع التاريخي بين المغرب والجزائر على ملف الصحراء، وتصاعد الأزمة بينهما خلال الشهور القليلة الماضية، ما أدى إلى قطيعة دبلوماسية وتصعيد عسكري، إضافة إلى أن علاقة الملك مع القمم العربية ضعيفة جدا أصلا، فآخر مشاركة له كانت قبل حوالي عقدين من الزمن. وللمصادفة عقدت القمة في الجزائر في العام 2005، ونجحت مشاركة الملك في حينه بإعادة العلاقات الدبلوماسية ووقف حملات التصعيد الإعلامية بين البلدين. فهل يعيد التاريخ نفسه وتساهم مشاركة ملك المغرب في قمة الجزائر بإعادة العلاقات بين البلدين كما جرى قبل حوالي عقدين من الزمن؟ أم أن الفجوة والتحولات الإقليمية والدولية الكبيرة لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء؟ فهل يشارك الملك محمد السادس في القمة العربية، أم أن ما تتناقله وسائل الإعلام مجرد إشاعات وربما تمنيات؟ وما أثر مشاركة الملك في القمة على أزمة بلاده مع الجزائر؟ هذه تساؤلات كانت مثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، اخترنا من تعليقاتكم هذه التغريدات. محمد بوعرابي يستبعد مشاركة ملك المغرب، يقول: لن يحدث ذلك، عقلية العسكر في قمة عدائها ولا يهمها أي أخوة أو مصالحة، بقدر ما يهمها أن يروج اسمها على أنها استضافت القمة وفقط. رائد شنوف لا يرى تأثيرا لمشاركة الملك على القمة، فيقول: لغط كبير يثار حول مشاركة محمد السادس في القمة العربية بالجزائر من عدمه، إذا قرر الحضور فهو مرحب به مثله مثل باقي القادة العرب، وإن لم يسمح وضعه الصحي بالمشاركة فمرحبا بالذي ينوب عنه نقطة إلى السطر. أم أنفال ترى نجاح القمة مرهون بحضور ملك المغرب، فتقول: نجاح القمة العربية في الجزائر مرهون بحضور ملك المغرب وولي عهده، ما قلت والو أنا، هما اللي قالوا، كما تقول. نور الدين يرى أن مشاركة الملك ستحرج الجزائر، يقول: سنرى ماذا سيقع لهم إذا توجه الملك محمد السادس إلى الجزائر لحضور القمة العربية، ستكون تلك هي الضربة القاضية لهم، آنذاك سيكون رئيسهم مجبرا على استقبال ملكنا وعزف النشيد الوطني ورفع الراية المغربية، بالإضافة إلى خريطة المغرب كاملة، ماذا سيقولون؟ سي مربوح يذكر بأن آخر مشاركة للملك كانت في قمة الجزائر،
فيقول: في القمة العربية التي نظمت في الجزائر عام 1988 أعيدت العلاقات بين الجزائر والمغرب إلى حالتها الطبيعية، وفتحت السفارة المغربية من جديد، ونظم على هامش القمة العربية الاجتماع التأسيسي لاتحاد المغرب العربي. اللهم اجعل قمة 2022 فاتحة خير على الشعبين الشقيقين. أهلا بكم من جديد، وقبل الترحيب بضيوفي أذكر بالسؤال الذي طرحناه على موقع قناة الحوار على فيسبوك لاستطلاع آرائكم: هل يشارك ملك المغرب في قمة الجزائر؟ 47% من المصوتين قالوا نعم سيشارك في قمة الجزائر، بينما 53% قالوا لا. سنرى آراء ضيوفي وآرائكم أيضا مشاهدينا الكرام، ولكن بداية أرحب بضيفي عبر سكايب من لندن، الباحث في الشؤون الجزائرية حسن زيتوني، ومن الرباط الخبير بالقانون الدولي الدكتور صبري الحو. لو بدأت معك دكتور صبري الحو، هل سيشارك ملك المغرب في قمة الجزائر؟ أعتقد بل أؤمن جازما أن كل الدلائل تشير وتفيد أن ملك المغرب، أن جلالة الملك سيشارك في قمة الجزائر 31. لماذا؟ هنالك القانون بجانب هذه المشاركة، بحيث أن ميثاق جامعة الدول العربية ينص على ذلك. هناك أيضا، وهو المهم، الفلسفة السياسية لجلالة الملك الذي عرض منذ مدة طويلة يدا ممدودة في إطار محاولة أو إرادة أو مبادرة السلام مع الجزائر، وهي يد مستمرة وعرض مستمر ينتظر قبولا جزائريا. هناك إيجاب مغربي ينتظر القبول الجزائري، وهو إرادة وعرض مستمر. إذن هذه الجانب السياسي أيضا يؤكد ذلك، لأن بغير أو بحالة، لأن ينسجم هذا العرض وضرورة تفعيله وتجسيده وتنفيذه وتطبيقه من طرف جلالة الملك، ليعطي الدليل على مصداقية العرض المغربي، وأنه جدي، وأن جلالة الملك يسعى فعلا وحقيقة إلى رأب الصدع ولم الشمل مع الجزائر، لأنه ليست هنالك من أسباب تدعو إلى القطيعة. المبدأ الثالث أيضا، وهو أن جلالة الملك هو الممثل الأسمى للدولة والوحيد أو الأجدر الذي يملك الصلاحية والولاية والاختصاص للدفاع عن المصالح المغربية الفضلى والأسمى. وفي الجزائر لربما ما تم الإعلان عنه أو التأسيس له يخشى المغرب أن يصدر من هذه القمة فعل يمس بوحدة المغرب الترابية، وبالتالي المدافع والدفاع الصندي الذي يملك القدرة والولاية للتصدي لكل مناورات الجزائر هو جلالة الملك، ويعتبر نفسه مثله مثل الجنود الذين يتواجدون في الحدود، وهو مستعد لأداء هذه المهمة وتمثيل المغرب أحسن تمثيل وإعطاء المثال والمصداقية بالعروض والمبادرات المغربية. طيب سيد حسن زيتوني، إلى أي مدى الجزائر حريصة برأيك على حضور ملك المغرب في محاولة لتقريب وجهات النظر على الأقل؟ نعم، شكرا على الاستضافة ولضيفك الكريم. بالنسبة للشعار الذي اختارته الجزائر لهذه القمة هو لم الشمل،
والقضية الأساسية المدرجة في جدول الأعمال التي سيتم التركيز عليها من قبل القادة العرب هي القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى في ظل الضياع الذي آلت إليه هذه القضية والتطبيع الذي أقدمت عليه بعض الأنظمة العربية للأسف الشديد من دون تحقيق المطالب الفلسطينية المشروعة. وبالتالي فشعار لم الشمل يدعو إلى ضرورة وضع كل الاحتمالات ومحاولة تجاوز كل الخلافات القائمة أبرزها الخلاف الجزائري المغربي حول ملف الصحراء الغربية. فهناك تأكيدات أو شبه تأكيدات بأن العاهل المغربي سيشارك في هذه القمة، ليس لأن جريدة أو صحيفة أو مجلة فرنسية أصدرت هذا النبأ، ولكن منذ فترة هناك محاولات عربية وبالأخص خارجية بالدرجة الأولى تقودها المملكة العربية السعودية في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الرباط والجزائر. والسعودية كما تعلم تاريخيا لعبت هذا الدور أيام الراحل العاهل السعودي الملك فهد رحمه الله، وقربت بين العاهل المغربي الراحل رحمه الله حسن الثاني وكذلك الرئيس الشاذلي الراحل رحمه الله، وتم تجاوز عقبة كبيرة في هذا الأساس. فهل ستنجح ربما هذه الدبلوماسية السعودية والخليجية في محاولة تقريب وجهات النظر بتسهيل عملية مشاركة العاهل المغربي في هذه القمة العربية؟ علمتنا التجربة كما ذكرت في مقدمة هذا البرنامج أن العاهل المغربي لا يحضر القمم العربية عكس الجزائر تماما. الجزائر لم تقاطع أي قمة أو لم تغب عن أي قمة عربية، دائما المشاركة تكون في القمة أي مشاركة الرئيس نفسه، وبالتالي فهناك خلاف في كيفية التعاطي مع القمم العربية بين نظرة المغرب ونظرة الجزائر. نعم. الجزائر تتمنى أن يشارك العاهل المغربي في هذه القمة لربما وضع اللبنة الأولى نحو مستقبل آخر في العلاقات الجزائرية المغربية التي هي ضرورية جدا أن تتحسن. طيب دكتور صبري الحو، الملك كما ذكر السيد حسن قبل قليل لم يشارك في القمم العربية منذ عقدين من الزمن تقريبا منذ 2005، لماذا قد يشارك هذه المرة في هذه القمة؟ قد يشارك في هذه القمة أولا لأنها مناسبة والمناسبة شرط كما يقول الفقهاء لتنفيذ الخطة وإعطاء الدليل والحجة والبرهان على مصداقية العروض المغربية تجاه الجزائر. يشارك أيضا لأنه لم يتخلف عن القمم التي تمت بالجزائر وآخرها منذ 2005، بحيث أن المغرب قد شارك في هذه القمة، قمة 17 التي كانت قد انعقدت في الجزائر، وأعتقد أن جلالة الملك لن يتخلف في هذه القمة بعد 31، أولا لأنه كل الظروف التي كانت في سنة 2005 حضرت الآن، فقد كانت الحدود بين المغرب والجزائر سنة 2005 قد أوصدت وأغلقت، ورغم ذلك اتخذ جلالة الملك المبادرة وسافر إلى الجزائر وحضر تلك القمة. سيشارك أيضا جلالة الملك لأنها أيضا وكما قال الزميل المحترم هي مناسبة، والشعار الذي أطلق في هذه القمة هي لم الشمل العربي، وأن الجزائر مضطرة ومجبرة أن تتفاعل مع هذا الشعار، وقد يحرجها كثيرا أيضا لأن العلاقات مع المغرب قد قطعتها الجزائر منذ 24 غشت من السنة 2021. إذن كيف لشعار ترفعه دولة الجزائر التي تستضيف قمة الجامعة العربية وهي لم تتفاعل كثيرا مع ما يوحي أو يعطي الدليل
أو يعطي الانطباع أنها جادة في استدعاء المغرب. أولا لأن استدعاء المغرب كان متأخرا، وأن المبعوث الذي حل بالمغرب وهو حامل الأختام ووزير العدل الجزائري بالرغم من مكانة هذه القامة وهذه السلطة التي تعني أنها سلطة العدل التي هي مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية، تريد الجزائر أن تعطي أننا بعثنا إليكم شخصية مستقلة وليست سياسية. ومع ذلك فإن المدة القصيرة التي قضاها في المغرب تعطي الانتباع أن الجزائر ليست جادة. الجزائر ليست جادة أيضا لأنها استمرت في إغلاق الحدود وإغلاق الأجواء الجو وسماء الجزائر على الطائرات المغربية. إذن فمن أين سيلج جلالة الملك، طائرة جلالة الملك إلى الأراضي الجزائرية؟ إذن على الجزائر أن تعطي الدليل وأن تنفذ وأن ترخص أو ولو استثناء لهذه الطائرة ولهذه الشخصية التي تمثل المغرب. طيب. من أجل تيسير وتسهيل عملية الحضور ولإعطاء الدليل أنها جادة في دعوة المغرب وليس تنفيذ. طيب هذه، وأن بيان خارجيتها يعطي وكأنها جنحت إلى هذه الخطة تحت ضغط باقي الدول العربية. طيب سيد حسن زيتوني، هذه نقطة هامة، يعني إذا كانت الحدود والأجواء مغلقة أمام المغرب، أليس من المفترض أن يكون هناك بادرة حسن نية على الأقل تفتح الأجواء لكي يستطيع ملك المغرب والوفد المرافق له طائرة الملك أن تصل إلى الجزائر؟ لا علاقة لهذا بذاك، يعني الطائرة تستطيع أن تغادر الرباط وتتوجه إلى الجزائر من دون أن أي مشاكل تذكر، وبالتالي فالمسألة المتعلقة بالنزاع الذي يشير إليه الأستاذ ومتعلق بالصحراء الغربية، يعني الجزائر منذ العام 1975 منذ أن اندلعت هذه الأزمة التزمت موقفا يقول بالحرف الواحد إنها ليست طرفا في النزاع. هناك نزاع أو صراع بين جبهة البوليزاريو الساقية الحمراء ووادي الذهب وريوزو دورو كما كان يطلق عليها الإسبان، لفترة طويلة كانت أرض خاضعة للهيمنة والاحتلال الإسباني، لم يحرك المغرب ساكنا للمطالبة بهذه الأراضي مثل ما هو الحال مع سبتة ومليليا. وفجأة قرر العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني تنظيم ما يسمى بالمسيرة الخضراء لفرض وجوده على هذه الأراضي من دون أن يراعي بأن هناك شعب اسمه الشعب الصحراوي يختلف في تقاليده، في فكره، في نظرته، في لباسه، في أكله، في شربه. أنا ذهبت إلى الصحراء الغربية، عندما تكون في البادية يقولون لك بالحرف الواحد نحن ملكيون، نحن صحراويون ملكيون. وعندما تذهب إلى المدن، سأعود إليك دكتور صبري، سأعطيك الفرصة. وعندما تدخل المدن الصحراوية تجد جيلا يختلف، شبابيا كاملا يختلف عن البدو في الصحراء، مهمشون، لا يعتبرون مغاربة على الإطلاق، ينظر إليهم نظرة دونية. هذه ملاحظاتي الخاصة وأنا لا أبالغ في ذلك لأنني كنت موجود هناك وعملت تقارير هناك وتحدثت إلى هذه الجهات، وأشكر السلطات المغربية حينها أنها سهلت مهمتي كإعلامي في ذلك الظرف. ولكن هذه هي الحقيقة، لا يمكن أن نغض الطرف عن هذه الحقائق. ربما الزميل يعني الأستاذ له تعاطف مع قضيتي وأنا أقدر ذلك، ولكن أنا لست مع الصحراء أو ضد الصحراء. هذا نزاع يجب أن يحل، وأعتقد أنه من مصلحة المغرب، من مصلحة الجزائر، من مصلحة الدول المغاربية بالدرجة الأولى ومن مصلحة الأمة العربية أن يكون هناك تقارب الآن في ظل هذه التكتلات التي يشهدها العالم. نحن العرب نخسر الكثير. لماذا؟ الحل موجود، يعني لو ينظر الأستاذ إلى الحلول المطروحة، الملك المغربي محمد السادس اعترف قبل سنوات
بأن الحل هو في إعطاء الحكم الذاتي لست سنوات للشعب الصحراوي، وبعدها يتم إجراء استفتاء شعبي ليقرر فيه الشعب الصحراوي إن كان يريد البقاء ضمن المملكة المغربية أو ينفصل عنها. هذا هو السؤال، الحل المطروح في الأمم المتحدة، وهو حل منطقي وسليم. سيد حسن، أنت أخذتنا إلى موضوع آخر واتجاه آخر، هذا ليس مجال أن ندخل في تفاصيل هذه القضية، ولكن على كل حال طالما أنت تحدثت بهذه القضايا للدكتور صبري حق الرد على هذه القضايا، تفضل دكتور. أولا فيما يتعلق بالصحراء المغربية والتي يعتبرها الأستاذ أنها شأن آخر، بل إنها شأن مغربي ولا تعني الجزائر بأي شكل من الأشكال. هذه مرافعة الجزائر التي تقول أنها ليست طرفا في هذا النزاع، ولكن كل الأدلة وكل الحجج وكل البراهين سواء تاريخية أو سواء سياسية أو سواء في احتضان البوليزاريو، في خلق البوليزاريو، في احتضان البوليزاريو، في عسكرة البوليزاريو، وفي الدفاع دبلوماسيا عن البوليزاريو، هذا يتناقض مع تصريحات الجزائر. الجزائر طرف أساسي لأنها وافقت سنة 2004 على اقتسام الصحراء، وهو ما يتناقض مع الأطروحة وعلى المبادئ التي ترافع من أجلها، باعتبار عندما ادعت أولا أن قضية الصحراء المغربية هي قضية تتعلق بقضايا التحرير، وادعت ذلك، ولكن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية تشير غير ذلك. بدليل أشير لكم إلى دليل، هو المادة 49 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 249 الذي يقول في فقرة 39 أن هنالك دولة الجوار ترفض الحلول التي تقدمها الأمم المتحدة سواء في إطار خطة التسوية، والتي لا يزال الأستاذ يرافع من أجلها بالرغم من أنها أقبرت من طرف الأمم المتحدة، وأن الأمم المتحدة اعتمدت منذ 2006 على مبادرة سياسية خلصت سنة 2016 إلى أن الحل يجب أن يكون سياسيا توافقيا واقعيا وعمليا، وهو الذي جعل الجزائر نفسها تتهم الأمم المتحدة بالانحراف. إذا كان الأستاذ يرافع من أجل الشرعية الأممية والشرعية الدولية، فإن الشرعية الدولية تشيد بمبادرة المغرب بالحكم الذاتي، تجعلها الأساس وطبعتها بذات المصداقية والواقعية، والتي يأبى بل إنه لا يريد أن ينظر إلى هذه الشرعة الأممية هي الجزائر التي تختلق، وأن الأمم المتحدة نفسها كيفت النزاع وارتقت به إلى نزاع إقليمي، بمعنى أن الجزائر طرف أساسي وهو معنية وحضرت كذلك في الموائد المستديرة. إذا كان الأستاذ لا يواظب أو لا ليس معنيا أو لا يتوفر على المعلومة الكافية بما آل إليه الملك، فإن الملك يعتبر الجزائر طرف أساسي وله مسؤولية في إطار قانون الدولي للجوء، لأنها لا يمكن للمجتمع الدولي ولمجلس حقوق الإنسان أن يسمح، بل إنه رفض الانتداب، وكأننا في عقد المقاولة من الباطن عندما ساحل البوليزاريو بإدارة المخيمات ضدا على القانون الدولي. نعم، في مغربها والمغرب في صحرائه شاءت أو بأت الجزائر، والمغرب سيحضر إلى الجزائر ليس منة ومجاملة من الجزائر، بل إن له الحق وفقا لميثاق جامعة الدول العربية، وأن جلالة الملك شأنه شأن ذاك الجندي الذي يرابط في الحدود سيحضر إلى الجزائر وسيدافع عن حقوق المغرب في عقر الجزائر، وضدا على الجزائريين وضدا على النظام الجزائري. طيب، في ساحة وفي سيد قاعة جزائرية. سيد حسن زيتوني، هل مشاركة ملك المغرب في هذه القمة ربما ستؤدي فيما ستؤدي إليه إلى إنهاء الأزمة مع الجزائر وطي صفحة الصحراء؟
هذا هو يعني من المفروض، هذا هو السبيل الأمثل، هذا النزاع بين المغرب والبوليزاريو ليترك جانب، ليترك للمغاربة وللصحراويين أن يحلوا هذه المشكلة. وفي آخر المطاف مهما طال الزمن الحل هو الجلوس على طاولة المفاوضات بإشراف عربي أو أممي أو إفريقي. يعني الصحراء الغربية عضو في منظمة الوحدة الإفريقية، المغرب يشارك جنبا إلى جنب مع الممثلين الصحراويين في هذه المنظمة، جرت هناك مفاوضات عديدة بين الطرفين في واشنطن، في سويسرا، في عدة دول، وأعتقد أنه في آخر المطاف الطرفان وبما فيها الجزائر والأطراف العربية كلها تدرك أن الحل الأمثل هو ليس القوة والعنف، لأن ذلك لن يخدم المغرب ولن يخدم الجزائر ولن يخدم منطقة المغرب العربي إطلاقا، ولكن الحل هو في الجلوس على طاولة المفاوضات. بالنسبة لمشاركة العاهل المغربي في هذه القمة واستقباله من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، ستكون خطوة إيجابية جدا في الطريق الصحيح، لأن العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية وحتى العائلية بين المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا يجب أن تكون قوية ولا تتضرر أو لا تتأثر بما يجري في من مشاكل على الحدود أو بسبب مشكلة مثل هذه تنشب هنا وهناك. اليوم الصحراء، بكرة ممكن تنشب قضية أخرى، ولدينا عدة قضايا في منطقة المغرب العربي، وبالتالي ما هي الأولوية؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح في هذه القمة. أين هي الأولوية بالنسبة للحكام العرب، للقادة العرب؟ أين نحن في هذا العالم الذي أصبح يطمع في كل خيرات بلداننا، يطيح بالأنظمة، يغير ما يريد، يعني حتى أطراف أخرى عدوة للقضية العربية ولا تزال عدوة للقضية العربية أصبحت الآن تهدد أمن الجزائر من البلد المجاور اللي هو المغرب. يسمح لوزير خارجية الكيان الصهيوني أن يأتي إلى المغرب ويهاجم الجزائر التي يعني هي دولة شقيقة للمغرب؟ كيف يسمح، كيف يتجرأ المغرب أن يسمح لهذا الكيان العدو الذي لا يكن أي احترام لأي مواطن عربي ولا حاكم عربي، سواء طبع معه أو لم يطبع؟ وأنا زرت إسرائيل ودخلت إسرائيل وأعرف كيف يفكر المنطق اليهودي الصهيوني إزاء العرب، والله صدقني أنه يعتبر كل عربي حمار أو كلب حشاك وحشى السامعين حشى من المشاهدين. وبالتالي فلماذا يتجرأ المغرب على هذه الخطوة بالتطبيع مع كيان لا يكن له أدنى الاحترام ليهاجم الدولة الجزائرية ويهدد أمن واستقرار الجزائر؟ لهذا قطعت الجزائر علاقاتها، لهذا تخشى الجزائر من هذه العلاقات على الحدود مع المغرب، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بتجارة المخدرات وغيرها. وبالتالي فحضور العاهل المغربي لا بد أن يركز على كيفية إعادة الاعتبار لهذه العلاقة. أشير باختصار أن والدي رحمه الله من عندما استقلت الجزائر والله كان يقول لي بأنهم يذهبون إلى المغرب ويدخلون بالسلاح من أجل الصيد، كانت الحدود مفتوحة وبالبنادق، ببنادق الصيد الجزائريون يتوجهون إلى المغرب ويدخلون من دون أي مشاكل من أجل الصيد. كيف كانت العلاقة رغم كل المشاكل التي كانت قائمة بعد الاستقلال، وكيف هي الآن بين البلدان؟ لو ترك الأمر للشعوب لن تكون هناك خلافات. بالتأكيد لو ترك الأمر للشعوب لن تكون هناك خلافات. ليس هناك خلاف بين أي دولة عربية وأخرى على المستوى الشعبي، ولكن الخلافات كلها على مستوى الأنظمة. دكتور صبري، واضح بأنه البون شاسع ووجهات النظر مختلفة تماما، والمشاكل يبدو عميقة بين الجزائر والمغرب كأنظمة سياسية نتحدث. وبالتالي السؤال المطروح هنا إلى أي وسيد حسن تحدث قبل قليل عن وساطة ربما خليجية، هذا يدفعنا إلى التساؤل إلى أي مدى تعرضت كل من الجزائر والمغرب إلى ضغوطات ربما عربية إقليمية دولية من أجل
يعني حضور المغرب لهذه القمة ومحاولة حل الخلافات بينهما؟ قبل ذلك الأستاذ زياد، أريد أن أجيب الأستاذ المحترم على بعض التهم التي وزعها على المغرب. إذا كان الأمر يتعلق بتقرير المصير فهنالك شعب وسط الجزائر يطالب بتقرير المصير، فبالأولوية والأحروية أن تمتع الجزائر الشعب القبائلي بهذا المبدأ وبهذا الحق. ننتقل ثانية إلى محاولة لجم حق المغرب في قراراته الخارجية. قال الأستاذ أن المغرب لجأ إلى إسرائيل أو طبع إلى إسرائيل بغية تسهيل الاعتداء أو الاعتداء على الجزائر. أقول للأستاذ أن الجزائر قطعت العلاقات مع المغرب قبل أن يستقبل المغرب وفودا أو شخصيات إسرائيلية، وهو شأن سيادي يرجع إلى المغرب ولا حق لأي حد أن يعاقب عليه. الجزائر فتحت أبوابها لكل الدول وكل القوى العظمى، لإيران، لتركيا، للصين، لفاغنر، لروسيا، وجعلت من المنطقة المغاربية على صفيح ساخن، وقد تتحول ولا نريد ذلك أن تتحول إلى أوكرانيا الجديدة. من يتسبب في هذه الفوضى وفي هذه الأزمات التي وفي هذا الخطر المحتمل والداهم الذي قد يأتي على الأخضر واليابس، وقد يأتي على الجزائر أولا، وقد يأتي ثانيا على المغرب، وثالثة على كل الدول المغاربية؟ إذا كانت الحكمة هي أن ترد وأن تعاقب الجزائر على تلك اليد الممدودة التي قالت وبدون وساطات، اليد المغرب جلالة الملك والعرض المغربي إلى الجزائر منذ مدة طويلة، هو من أجل تكوين لجنة تنكب على كل المشاكل التي تعترض تطور العلاقات بين المغرب والجزائر. الجزائر أرقى آذان صماء لا تلتفت ولا تستمع ولا تتصنط إلى المبادرات المغربية. كيف للجزائر اليوم أن تنادي وأن ترفع شعارا كبيرا وضخما وهو لم الشعب الشملي المغربي؟ فهي لم تستطع أن تتجاوب إيجابا مع مبادرة متنائية بينها وبين المغرب، وأن تفتح الحدود من أجل التطبيع. إذا كان التطبيع غير قابل بين السياسة الساسة، فإنه لو فتحت الحدود لتم التطبيع شعبيا ولتم التأثير على القادة السياسيين. إذا شعارات الجزائر هي شعارات زائفة لا تعكس الحقيقة، وأي وساطة لن تقبلها الجزائر، وقد قالها صراحة رمضان العمامرة عندما يقول أن عودة العلاقات بين المغرب لم ولن، بمعنى في الحاضر حكم على الحاضر مثلما حكم على طيب المستقبل. دعني أحيل هذه النقطة إلى السيد حسن زيتوني. يعني إذا كانت الجزائر قد فشلت في لم شمل المغرب العربي وفشلت في استقبال المبادرات، أكثر من مبادرة طرحها ملك المغرب ولم تستجب لها بل صعدت تجاه المغرب، حتى أنه إسبانيا عندما غيرت موقفها تجاه المغرب والصحراء الجزائر قطعت علاقاتها مع إسبانيا، فكيف للجزائر أن تلم الشمل العربي إذن؟ أولا لا أريد أن أدافع عن النظام حتى نكون واضحين في هذا الأمر. وزير الخارجية الجزائري عندما يدلي بتصريحاته فهو سيجيب عنها وسيشرح وسيقول ما يريد في هذا الصدد. أما بالنسبة للمبادرات التي تتحدث عنها، يجب على الجانب المغربي أن يطرح هذه المبادرات على من هو متخاصم معه، وهو الصحراء، الشعب الصحراوي. فليطرح المبادرات على الشعب الصحراوي، فليعترف بأن هناك رفض في هذه الأقاليم الصحراوية للانتماء للمملكة ولكن المغربية. ولكن يا أستاذ حسن إذا كانت الجزائر محايدة كما تقول حيال هذه القضية، ما همها أن
تطرح هذه القضايا، تطرح قضية الحكم الذاتي من عدمه، صراع من عدمه، ما دخلها في هذه القضية إذا كانت هي محايدة؟ الجزائر لم تطرح هذه في القمة العربية المرتقبة. الجزائر تريد انفراج في العلاقة بين الرباط والجزائر، هذا هو السبب الأساسي. يعني لم الشمل معناها تقريب وجهات النظر العربية، الخلافات العربية، تجاوز الخلافات العربية. هي قدمت مبادرة لعودة مثلا سوريا للحاضرة العربية والجامعة العربية، لكن سارعت القيادة السورية برفض الاقتراح وقالت لا داعي لطرحه في هذه القمة، لنركز على قضايا أخرى، وسوريا ليست لديها نية في العودة إلى الجامعة العربية. وبالتالي فهناك كأنت كدولة عندما تستضيف أو أن تكون أنت من ينظم هذه القمة، أنت تطرح جدول الأعمال وتقترحه مسبقا. طيب، بالتنسيق مع الأمين العام. انتهى للأسف، انتهى الوقت، ولكن ملاحظة، ليس النظام السوري مع من رفض الحضور، وإنما هناك دول عربية هي من رفضت أن يحضر إلى هذه القمة. دكتور صبري، أخيرا وبدقيقة واحدة لو سمحت، هل يعيد التاريخ نفسه وتساهم مشاركة المغرب أو الملك المغربي في قمة الجزائر بحلحلة القضية مع الجزائر؟ بالرغم من كل الوضع الإقليمي والإعلام الجزائري أن يوحي بعكس ذلك، فإن الأمل يظل قائما ولو في إطار بصيصه. نعم. إذن هذه المبادرة نرجو أن تكلل وأن تلتفت الجزائر إلى جوارها عوضا عن الذهاب والنظر بعيدا، فإن المغرب قدم عرضا وهنالك يد ممدودة ومستمرة وبدون تحفظات لمناقشة كل المشاكل، فالملك المغربي والشعب المغربي مستعدان لتطبيع العلاقات مع الجزائر، فلينظروا الجزائريون قادة وشعبا إلى المغرب. شكرا لك دكتور صبري الحو، الخبير في القانون الدولي. والشعب الجزائري يرحب كما أشكر المغربي. كما أشكر سيد حسن زيتوني الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، كان معي عبر سكايب من لندن. مشاهدينا، ويستمر الجدل والنقاش حول هذا الموضوع، هل سيحضر الملك المغرب قمة الجزائر أم لا؟ والآن نفتح الباب أمام اتصالاتكم وآرائكم، فأنتم الحكم في النهاية حول هذه القضية وحول كل القضايا. أبدأ مع محسن من تونس، تفضل محسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي، لا أعتقد حضور ملك المغرب للقمة الجزائرية، والدليل والدليل هو أنه الجرح عميق، الجرح المشكل عميق بين المغرب والجزائر في مشكلة الصحراء الغربية. والقمم العربية عادة لا تناقش القضايا المصيرية للوطن العربي، مثل قضية فلسطين، مثل القضايا معناها الموجودة تو، مثل الصحراء الغربية اللي هي مهمشة هذه القضية، ويعني وصار سوء تفاهم من السبعينات إلى يومنا هذا بين المغرب والجزائر. وأذكرك يا أخي بالقمة العربية في بغداد سنة 90، عندما اتفق العرب وحضروا كلهم ما عدا الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، يعني وخلنا أن العرب سيتفقون وسيكون دفاع عربي مشترك، سيكون اقتصاد عربي مشترك، ولكن ما أن فاتت القمة العربية حتى احتلت العراق الكويت وجرى ما جرى، وتفتت العرب وتشتت. طيب. ومنذ إنشاء معناها يعني الجامعة العربية سنة 46 إلى يومنا هذا، لم تأخذ يعني المجموعة العربية أي قرار مصيري للشعوب العربية أو للقضايا العربية. نعم، هي لم تحل أي مشكلة عربية فعلا. ماذا سنفعل بها في ظل تقسيم العالم وفي ظل التبعية التي نعيشها نحن الآن؟ الجزائر تبعية للشرق والمغرب للغرب. نعم. يعني شكراً. هناك ضغوطات. نعم. شكرا لك محمد من تونس. معي من المغرب محمد، من المغرب
يوسف من المغرب تفضل. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا يا أخي إذا شارك محمد السادس في القمة فيجب على الجزائر أن تستغل الفرصة وتطرح جميع القضايا التي تهمها مع محمد السادس، وتطلب منفذ إلى البحر المحيط الأطلسي لتصدير الحديد وتعديل المغرب بنسبة مئوية لا بأس بها، وتحل جميع الأزمات. أما فيما يخص الاستفتاء في الصحراء الذي قال الأخ من الجزائر، المغرب هو الذي طرح الاستفتاء على الأمم المتحدة، ولكن يا أخي أنت تريد الاستفتاء وتشارك التشاديين والموريتانيين الصحراويين الجزائريين والنيجيريين والأزواج والماليين يا أخي، الأمم المتحدة لذلك رفضت الاستفتاء. أنت المغرب هو لا زلق من الهدسي، ولكن الأمم المتحدة قالت هذو ليسوا صحراويين ولا نقبل الاستفتاء. أما فيما يخص إسرائيل، إسرائيل وضع أمضت مع المغرب مع والولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالصحراء المغربية، وأن ذلك أمريكا وإسرائيل ستدافع عن الصحراء المغربية بكل ثمن. شكرا. بالحرب أو أي شيء، وكذلك نعم. 40 مليون مغربي سيدافعون عن الصحراء بأموالهم وأنفسهم، وإسرائيل والمغرب سينشئان قريبا سينشئان أكبر معمل في العالم لإنتاج الأسلحة، الدبابات والسيارات والصواريخ وكل شيء. يا يوسف، يوسف فقط سؤال، لماذا ستدافع إسرائيل والولايات المتحدة عن الصحراء وضد من، وهل أمريكا وإسرائيل جمعيات خيرية، لمصلحة من ولماذا؟ يا أخي الشيطان لا يقبض الكنجي، الشيطان يعمل مع الجزائريين، الشيطان يجاهد في عقول الجزائريين لتفرقة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا الجزائري، السفارة التي لا توجد في المغرب هي سفارة إيران وسفارة سوريا وسفارة الجزائر، لأنهم يريدون تفرقة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا. وينشئون البلابل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لك يوسف من المغرب. محمد من إيطاليا تفضل. أهلا بك محمد تفضل. أريد أن أصحح الأخ المغربي الذي تكلم قبل مني أن الاتفاق بين المغرب وإسرائيل هو اتفاق أمني عسكري وليس تطبيع. يجب أن يصحح معلوماته الأخ المغربي الذي تكلم الآن أن التطبيع أنه اتفاق أمني عسكري استراتيجي في المنطقة وليس تطبيع كلي كما يفهمه البعض. هذه نقطة. فيما يتعلق بمشاركة ملك العاهل المغربي في القمة العربية في الجزائر، هذه لأن المملكة المغربية أو وزارة الخارجية المغربية لم تصدر بيانا قط لحد الآن تؤكد أو تنفي مشاركة العاهل المغربي. ثانيا، الإخوان في الجزائر لهم ازدواجية الخطاب، لأنهم يعادون المملكة المغربية ويحاربون المملكة المغربية ويضعون مجموعة من العراقيل لعدم حضور المملكة المغربية ويجتهدون لحضور سوريا. لاحظ معي المفارقة الغريبة، يحاربون ويتحاربون مع ويجتهدون لكي تحضر سوريا التي منبوذة عربيا، ويريدون أن يبعدوا المغرب الذي له إجماع عربي. فيما يتعلق بالقضية المغربية وهي القضية الأم لنا هي الصحراء المغربية، لما نريد أن نتكلم عن الصحراء المغربية فإنها هي الأم وهي الأرض وهي الأصل التي هي العمق الاستراتيجي للمملكة المغربية بها من طنجة إلى الكويرة. شكرا لك. شكرا لك محمد من إيطاليا. أرجو المشاهدين الكرام الاختصار قدر الإمكان. إبراهيم من إسبانيا تفضل. مساء الخير. مساء الخير يا أهلا. حضور المملكة المغربية إلى القمة العربية هو حضور بروتوكولي نتيجة للتجمع الإقليمي الذي يسمى جامعة الدول العربية، مثل ما تشارك المملكة المغربية والجزائر في القمم الإفريقية، حتى وإن كان مقرها الجزائر أو المملكة المغربية فمن البروتوكولية. ولكن ملك المغرب منذ حوالي 18 عاما لم يحضر أي قمة عربية، لماذا سيحضر الآن إلى الجزائر؟ وهل تأكد حضور الملك، لأن
وزارة القصور الملكية؟ ما نحن هذا هو السؤال اللي طارحينه يا إبراهيم، هل سيحضر الملك أم لن يحضر إلى الجزائر؟ أظن أن الملك لن يحضر، لأن القضية الفلسطينية وموضوع التطبيع سيكون حاضرا، والمملكة المغربية قطعت أشواطا بعيدة في التطبيع، تطبيع ثقافي اجتماعي، حتى اللغة العبرية أصبحت تدرس في المدارس المغربية. يعني تتصور أن المملكة المغربية تنسيق أمني مع الكيان الصهيوني، يعني إذن كل ما هو أمني وما طرح في أي منتدى يشارك فيه المغرب يجب أن يقدم تقارير لإسرائيل. المغرب يدافع من أجل ضم إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي. ربما في المستقبل القريب المغرب سيطالب بضم إسرائيل إلى الجامعة العربية. أما الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، هذه ليست للصحراء الغربية. يا إبراهيم، هذه ليست وقت. معلومات، هذه ليست معلومات التي تحدثت عنها. أنا لم أعلم على الأقل بأنه المغرب وضع بالمناهج اللغة العبرية، ولم أعلم بأنه يسعى إلى ضم إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي أو إلى الجامعة العربية. يعني ممكن أن ننتقد، ولكن بدون تجني يا إبراهيم. شكرا لك على كل حال. شكرا لك إبراهيم من إسبانيا. يمكن أن ننتقد أي موقف أو أي خطأ، ولكن دون أن نتجنى ونتجاوز في ذلك. أبو الطيب من المغرب، تفضل. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام، أهلا بك. والله أتمنى أولا أن تكون هذه القمة بنتيجة، هذا هو الأهم. نعم. أن تكون إن شاء الله مبصرة للجانب قبل الذكر أن صاحب الجلالة سيحضر أو يحضر. أنا قلت سيحضر. نعم. الدليل الآتي: أولا كانت الجزائر في الأول مهتمة بموضوعين، سوريا والصحراء المغربية. تخلت عن سوريا، وأنا على يقين الآن أنها تخلت حتى على القضية الصحراوية، هذا ثاني. ثالثا الجزائر في عليها ضغوط وقوية جدا. أولا الشقر العرب الأطراف الخليجيين اشترطوا على الجزائر ضروري حضور المغرب، وليحضر المغرب يعني قضية الصحراء يعني تكون قد تمت سويتها. الجزائر الضغط الأكبر عليها الآن هو حليفها الروس. الروس يعني في أزمة عالمية، وهو يعني مناصر الوحيد، وبالتالي الجزائر لابد أن ترضخ. وأنا لا أقول ترضخ المغرب، يا جزائر يا نظام الجزائري، ارضخ لشعبك فقط، ارضخ لله ولشعبك. شكرا. وشكرا. شكرا أبو الطيب من المغرب. عبد الرحمن من المغرب، تفضل. وعليكم. وعليكم السلام، أهلا بك أخي. إن شاء الله الرحمن الرحيم هذه القمة نتمنى وإن شاء الله تنجح، وجلالة الملك إن شاء الله سيلبي الدعوة سيحضر إن شاء الله. لكن على ما سمعت أنا مثال، يعني الأخ يقول لك عن اللغة العبرية، ما اللغة العبرية التطبيع، إحنا يا أخي ما عندناش اللغة العبرية نهائيا. وهذا التطبيع، هذا تطبيع يعني رمزي، و40 مليون الشعب المغربي رافض هذا التطبيع. شكرا لك عبد الرحمن. شكرا عبد الرحمن من المغرب. يعني هو التطبيع ليس يعني بهذه البساطة كما تفضلت. هناك علاقات، بات هناك علاقات أمنية وعسكرية أيضا، ووزراء ومسؤولين مغاربة توجهوا إلى إسرائيل، وأيضا هناك مسؤولين إسرائيليين زاروا المغرب، فالموضوع ليس بهذه السطحية أو بهذه البساطة. على كل حال أختم مع منور من ألمانيا، تفضل. نعم، سلام عليكم. سلام ورحمة الله. يا أخي شكي والله باي المشاكل مع الجزائر كانت من التسعينات في الحقيقة. نعم. ولكن هذا التطبيع، هذا اللي إسرائيل جيبها حتى الحدود تاع الجزائرية وتبان لك شيء عادي، حتى كلش راه باين. ولكن المشكل، انا السؤال اللي راني حاب نطرحه، الملك هذا اللي كان يفتح في يديه وفي قلبه وكان يقول انا راني واجد نتكلم مع الجزائر باش نصيب حل، لماذا يرفض؟ ولا لماذا لم يعطي حتى الجواب على القمه هذه اللي راهي قدامه وفي الجزائر؟ علاش ما تروحش للقمه وتبين باللي انا راني حاضر من الاولين، وتروح تفتح المشاكل تاعك مع في الطاوله مع كل العرب باش تتفاهموا انتم وتصيبوا حل؟ احنا الشعوب ما عندنا حتى مشاكل.
انا نعرف كثير من المغاربه وكلهم ضد هذه المشاكل اللي راه في اسرائيل، ولكن اسرائيل هذه المشكل الاخراني اللي زاد جابوا لنا حتى يعني يا منور المشكله نعم. المشكله لم تكن يوما بين المغرب والجزائر بسبب اسرائيل، قضيه اسرائيل لا. هي حديثه يعني، واسرائيل نعم. لماذا تريد، وكانه تريد ان تقول لي بان الجزائر هي راس الحرب في الحرب على إسرائيل، فإسرائيل أتت إلى الحدود. هناك كلنا يعلم وضع الأنظمة العربية وعلاقاتها سواء من تحت الطاولة أو من فوق الطاولة مع إسرائيل ومنذ عشرات السنين ليس من اليوم. فيعني كفانا أن نضع دائما القضية الفلسطينية في الواجهة ونتاجر بها ونضع اللوم على قضية التطبيع وغيره. التطبيع حديث والعلاقات بين المغرب والجزائر المشكلة قديمة وقديمة جدا بين النظامين، أنا لا أقول بين الشعبين، الشعوب العربية كلها شعوب واحدة ولا خلاف بينها. أنا مش حبيت نقول لك يا أخي ما الإنسان ما يزيد الماء على الزيت بالعربية كما نقولوها احنا. نعم. هي المشاكل اللي راهم يكونوا كاع هما جابوها بصفه الاقتصاد يتعاونوا باش يدخلوا الدراهم، هذا الشيء حتى المغاربه نفسهم يكذبوه. يا المغرب الملك تاعهم عنده صفه نظره مغايره كاع العرب كلهم بالحقيقه، ولكن انت ما تزيد مشكل على مشكل، افتح مشكل وما تشوف مع المشكل الاخر. الحاجه هذه تجيب اسرائيل وتعلم باللي الجزائر واسرائيل حاجه اللي ما تجيب حتى مكان حتى انت تعود بي الى اسرائيل. على كل حال اشكرك جزيلا منور من المانيا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم او لهذا الاسبوع عفوا من برنامج انت الحكم، اشكركم على حسن المتابعه، القاكم بخير.